السلام عليكم طلاب، اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الثالثة، نتكلم بها عن الـ Air Pollution Control Equipment. المعدة اليوم اللي راح نتكلم عنها هي السايكلون. خدنا سابقا الـ Gravity Settling Chamber، اليوم راح نتكلم عن المعدة الثانية لإزالة الـ Particulate Matter. نحن راح نستخدم السايكلون. طلاب اليوم راح نتكلم عن السايكلون وعن المحاضرات الجاية راح أتكلم عن أيضا المعدات اللي يزيل، بالإضافة إلى البارتيكولات ماتر أضيف الغازز اللي هي تكون عادة إحنا نسميها سكرابرز والإلكتروستاتيك بريسيبيتيتر. طلاب بالنسبة للسايكلون سيبريتر، السايكلون سيبريتر ريموفال للبارتيكولر ماترز فروم اير اور اذر غاز ستريم، يفصل البارتيكولر ماترز ات لو كوست، يعني باقل كلفة واقل صيانة. عادة يكون اكثر كفاءة من الجرافيتي سيتلينج تشامبرز. هنا مثل ما قلنا انه عمل السايكلون او اذا يعتمد على خلينا نقول الاكسترنال فورس اللي هي سنترفيوغال فورس. يتكون السايكلون من الابر سلندريكال، من الجزء الاسطواني العلوي متصل به من الاسفل اللور كونيكال بارت، الجزء المخروطي. فعاده هنا انه عندي دي يصير عمليه انه تحويل الانرشيا فورس للغاز بارتيكلز تو الى سنترفيوغال فورس، بما معناه انه انا دا اكون فورتكس ان بادي ان سايكلون بادي. هذه الدوامات راح تكون عندي دوامات اللي هي الاوتر فورتكس والانر فورتكس. عاده يدخل الهواء الملوث من الجانب الايسر للسايكلون من الاعلى ويدخل الى السلندر الى الجزء الاسطواني اللي موجود بالاعلى وبعدين الى الكون. فاثناء عمليه دخوله راح تزداد سرعه الاير فيلوسيتي، فراح يتكون عندي الاوتر فورتكس نتيجه السنترفيوغال فورس، فتنفصل البارتيكلز من الاير ستريم، وبعدين راح يوصل الهواء الى البوتوم اوف ذا كون الى اسفل الجزء المخروطي، وبعدين يرجع بالعكس. راح يكون الجريان الهواء عكسي الى الاعلى ويخرج الهواء النظيف من اعلى السايكلون، بينما البارتيكلز اللي انفصلت نتيجة قوة الطرد المركزي راح تتجمع بأسفل الكون اللي هو الدبت كولكشن تشامبرز. طلاب هذه ثلاث أشكال للسايكلون. عندي الهاي افشنسي سايكلون اللي يكون عندي يعني معناتها انه عندي هايست بريشر دروب، وعندي اللو efficiency اللي هو الهاي ثروبوت سايكلون، اللي هو هذه اصلا صمم النوع الثاني حتى اعالج لارج فوليوم اوف ذا غاز واللو بريشر دروب. الكولكشن افشنسي للسايكلون عادة خلينا نقول a function of density, particle size and the cyclone design. فالسايكلون افشنسي عادة تزداد بزيادة البارتيكل سايز اور density، الانلت دكت velocity، السايكلون body length، number of the gas revolution in cyclone، الـ ratio of the cyclone body diameter to the gas exit diameter، الـ inlet dust loading، وكذلك الـ smoothness of the cyclone in a roll. كلما كانت نعومة
كلما كانت نعومة السطح الداخلي كبيرة، كلما كانت عملية فصل البارتيكلز من الهواء تكون عملية أسرع. تعتمد على هل متغيرات هذه أنه كفاءة السايكلون تزداد بزيادة البارتيكل سايز، الدنسيتي اللي الدبت فيلوسيتي، السايكلون بادي لينكد، نمبر اوف ذا غاز ريفوليوشن، عدد دورات الغاز داخل السايكلون، ريشيو اوف ذا سايكلون بادي دايمتر تو ذا غاز اكزيت دايمتر، اللي الدست لودنج، والسموثنس اوف سايكلون انر وول. بالنسبة للسايكلون بيرفورمانس، المين variables اللي هي توصف السايكلون بيرفورمانس هي البرجر دروب، الافيشنسي، والكت دايمتر. وهنا عندنا طبعا ايضا احسب البرجر دروب دلتا بي من معادلات الامبيريكال اكويجن، من معادلة 5-5 أحسب البرجر دروب، أو من معادلة 5-6. طلاب بالنسبة للسكالون فاكتر هذه على التكملة بالمحاضرة الجاية، راح يكون عندنا مثال لحساب سكالون فاكتر بالإضافة إلى البرجر دروب بالإضافة إلى الديزاين أوف سايكلون. فعندي نوعين من السايكلون، قلنا الهاي افشنسي واللو افشنسي، فنعتمد على الدايمتر للسايكلون، وتكون عندنا أمثلة لحساب البرجر دروب بالإضافة إلى الديزاين أوف ذا سايكلون. لهنا انتهت محاضرتنا، وعلى الأسبوع الجاي راح نكمل محاضرة اللي هي الأجهزة اللي تخص أنه أني شلون أزيل الملوثات الموجودة بالهواء الصلبة بالإضافة إلى الغازات الموجودة بالهواء. فإن شاء الله على الأسبوع الجاي نكمل محاضرات الـ Air Pollution. شكراً.